نظمت كلية الهندسة في جامعة الشارقة المعرض السنوي لمشروعات التخرج لطلبتها من مختلف الأقسام والتخصصات العلمية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة. أكثر من 35 مشروعاً تم عرضها هنا في المعرض السنوي لمشروعات التخرج لكلية الهندسة في جامعة الشارقة، التي تميزت هذا العام بتناول أفكار ابتكارية وحلول متنوعة في الاستدامة، وتهتم بخدمة المجتمع المحلي، بينما تنتمي لمختلف التخصصات من بينها الهندسة المدنية والبيئية، وهندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والهندسة النووية. تمثل جهود الطلب الموجود لدينا، وتمثل ايضا ما يمكن تقديمه من الطلب المتوقع من طلبتنا لخدمه المجتمع ان شاء الله. فشامل كافه التخصصات من كما قلت من طاقه متجدده ومن تحليه مياه، بالاضافه الى وجود بعض الهندسه الصناعيه وبعض المنشات والمباني من هندسه العمار والمدن. المعرض قدم مشاريع مميزه ومتنوعه وتعكس كفاءة الطلبة الذين وصلوا لمرحلة التخرج، وتؤكد نجاح جامعة الشارقة في اختيار تخصصاتها الهندسية التي يحتاجها سوق العمل، كالهندسة المعمارية والكهربائية والميكانيكية، وهي لا تقل أهمية عن نظيراتها. مميز في المشروع هو نحن طورنا منطقة سكنية من المناطق الوحدة ومجاز والخان، وحاولنا نعملها بطريقة عصرية وفيها two aspects، أهم شيء الاستدامة والمقاومة اللي هي sustainability والresilience of buildings. فإحنا أخذنا من sustainability هو climatic change، التغيير المناخي. مشروع The Link Expo يخدم المجتمع ويخلق بيئة خلابة من خلال جذب جميع أفراد المجتمع من جميع عمارات الدولة، وهذا المشروع تم تطويره مع مخططين مدينة إكسبو ومع كلية الهندسة المعمارية في جامعة الشارقة. المشاريع التي قدمت تعد فرصة سعى من خلالها الطلبة لتقديم حلول للعديد من التحديات التي تواجه المجتمع في مجالات الهندسة، كما تهدف إلى تشجيع الطلبة على تقديم أفضل الأفكار المتميزة بما يعكس مهاراتهم ومعارفهم التي تم اكتسابها خلال فترة دراستهم. طلبة كلية الهندسة في جامعة الشارقة يقدمون مشاريع تعمل على خدمة وتنمية المجتمع اعتمادا على الاستدامة والابتكار. يخبر الدار فايزة الضنحاني الشارقة.